السلام عليكم، معكم سعيد بن طالب، احد ساكنه ديال حي ليساس في 3. تطوعت لهذه المبادره ديال خليك في دارك وانا نجي نخرج لك ازبالك. هذه المبادره دي طاحت عليا، بان الفكره هذه طاحت عليا بحكم انني كنشتغل بوعر في طوار ديال الزبل، او كما كنقولوا تجاره ديال المتلاشيات. الايام ما كانتش خدمه، قلت علاش لا، انا ما نطوعش، يعني نبدا الناس نخرج الازبال من الدار ديالها، وانا نحماها ولو 1%، يعني الناس كلهم ديال الحمى ما يوصلوش للدار ديال الزبل. وهذا ما كان، الحمد لله كاين تجاوب، كاين اللي وصلاتو الفكره، كاين اللي مازال ما وصلاتوش الفكره حاليا. يعني الخدمه حنا دايرين دابا سيستيم مع الناس اللي وصلتهم الفكره، كنخدم من 8 ديال الليل 8 ديال الصباح. يعني الناس كتهبط السطل كتحطو في باب الدار، كنجي انا كنخويا كتحط حدا اخر ديال الماء كنغسلو كما كتشوفوا، وكنرد طارو البلاصه ديالو. كاينين الناس اللي يعني اللي كيعيطوا في الارقام، ولكن يعني كاين تجاوب الحمد لله نقولوا شويه كبير، وكاينين الناس اللي مازال ما وصلتهمش الفكره. الاوقات اللي كعندي التوقيت الرسمي هو من 8 ديال الليل 8 ديال الصباح، وباقي اوقات النهار يعني كنجي كندوش كارتاح شويه. ديك الساعه عيط ليا شي واحد في النمره ديال التليفون، يعني كيكونوا اتصالات كنمشي. تقدر ندير اي حاجه يعني في سبيل انك تحمي الناس ديال الساكنه ديالك، يعني تقدر دير اي حاجه. يعني حاليا كندير هذه المبادره هي اللي كاينه الحمد لله. كاينين الناس، كاينين متطوعين بزاف هنا، كاين اللي كيتسخر خليك في دارك انا نتسخر لك فابور، كاينين الناس اللي كينشروا الوعي ملصقات، يعني حملات تحسيسيه، كاينين بزاف الحمد لله. يعني ليساس فم البكري معروفه يعني بالشباب ديالها، يعني شباب واعي مثقف، يعني كاينين مبادرات الحمد لله ماشي في ليساس، يعني في كل ارجاء المغرب راه كنشوفهم عبر صفحات المنابر ديال الاعلان. احساس زوين، احسن احساس هو انك اللي كتهز الدار وكتخوي وكتصادف مع مول الدار ولا كيدعي معك شي دعوه زوينه، يعني هذاك هو خير الدنيا وما فيها. كلمه اخيره للناس اللي كيشاهدوني، حنا راه دايرين هذه المبادره، راه ماشي ضحك، يعني مبادره مجانيه. يعني الرقم ديالكم راه هو الرقم ديالي، راه هو عندكم. يعني الازبال كنقول لكم خليوها في باب الدار من 8 ديال الليل 8 ديال الصباح، راه انا كنجي كنخوي الطوارو، يعني كنخوي نهز الطارو نديه نغسلو وردو لباب الدار. يعني هادشي اللي غنقول لهم، وكنوصيهم انهم يتبعوا التعليمات ديال الجهات المعنيه، يعني بالحرف، يعني شي راه ماشي لعب، يعني راه الدوله راه دايره مجهودات ديالها، وكنطلب منهم انهم يطبقوا التعليمات حرف بحرف.